مثلا، هل فكر المفكرون المصريون في أفريقيا قبل أن يأتي الاستعمار إليها؟ هل فكروا أن يجروا جنوبا عكس النيل ليصلوا إلى نيجيريا، إلى أثيوبيا، إلى المناطق ذي ليشاركوهم تلك الثقافة التي لو بدأت قبل 200 سنة لكنا كسبنا أفريقيا قبل الغرب، بدل أن نتركها؟ ونحن فعلا، أنا أقولها وبصراحة، نحن حتى في أيام فجر الإسلام بعد الصحابة والنبي لم نتجه لغزو أفريقيا وتحريرها من ذلك الجهل الذي أكلها ولا يزال فيها. يا أخي لماذا نتجه إلى الأندلس؟ هل أمرنا الإسلام بعبور البحر لمحاربة النصارى؟ إذا هذا ليس غزو الإسلام، هنالك غزو العرب. يعني الفتوحات هذه مين فتوحات إسلامية؟ هذه فتوحات عربية؟ فتوحات عربية، وكانت نكسة على الإسلام. هم ينظرون إليها أن هذا التوسع هو ذروة الانتشار الحضارة الإسلامية. الإسلام ليس توسع، الإسلام بلاغ، رسالة. بلغني الإسلام ودعه يسرج الإيمان الذي تسعه نفسي، لا تبلغني إيمانك. ما يحتاج تشيل سيف من دمشق وتروح تحارب، وتحارب عباد لله لا نعلمهم، الله يعلمهم، هم أخصهم. وموضح أنه لا يجوز أن نعتدي على من لا يعتدي علينا، هذا إن كان مشركا، فما بالك إذا كان نصرانيا. يعني الوصول إلى أندونيسيا كان حضارة إسلامية؟ أندونيسيا، والوصول إلى الأندلس كان تخلفا عربيا؟ تخلفا عربيا، بينما تلك السفن التي خرجت من عمان وحضرموت جاءت بالكلمة الطيبة والقدوة الحسنة وانتشر الإسلام الذي لا نزال نلمسه في الحرمين الشريفين، أولئك الحجاج. الأندلس 800 سنة خرجنا منها، دخلناها بالخيل والنفير وخرجنا منها حفاة على ظهور الحمير ولم نسلم، حروب صليبية لحقتنا أكلت الأخضر واليابس. والذين يتغنون بالمظاهر الإسلامية الموجودة اليوم، هذا هو الثقافة والتفاخر بمجد لا يستحق الفخر فيه. ماذا تفعل إذا تقول إذا كنت جلست في منطقة 800 سنة لم تترك فيها أثر إلا قصر الحمراء؟ لكن لما يدخل الرجل وينظر إلى قصر الحمراء يشعر بالفخر ويشعر بال... أشعر بفخر العرب، فخر العرب ليس فخر الإسلام. ولكن الإسلام الذي طوي عليه نصرنا وامتدينا حتى من المدينة إلى أصقاع الأرض هو الإسلام وليس سيف العرب. أنا لا أؤمن بذلك الغزو، وأقول أعتبره من الأخطاء في التاريخ الذي أخذ الإسلام فيما يسمى بعداء كامل لا نزال نعاني منه إلى الآن. ثم من بعده فتح السند، جاءنا بعده التتار وقتلنا شر قتلة فيها، وكل معروف ماذا جرى وماذا فعله التتار الذين فيما بعد لما بلغهم الإسلام بالدين أسلموا وكان في إسلامهم خيرا. رأينا منهم من يأتي من المناطق